زي ما انتم شايفين في السلايد قلنا انه relationship between organizational strategy and HR strategy. So this relationship can be a separation, يعني منفصلين عن بعضهم ما فيش علاقة كثير بينهم. وقلنا انه هذه يعني ممكن تصير في بالذات في المؤسسات اللي اصلا ما فيش لها هيكليات واضحة. تمام، في مؤسسات عندنا بتكون لسه مؤسسات صغيرة او ما دون الصغيرة، فبنتوقعش منها انه يكون في لها هيكلية واضحة وإلها يعني اتش ار استراتيجي وإلها يعني organizational strategies والمنافسة واضحة عندهم والشغلات هاي. لا، هذه الشركات بتكون شركات لسه جديدة، تبحث عن فرصة في السوق، تبحث عن زبائن جدد، المنتج تبعها لسه مش approved، ما فيش كاستمرز كتير بيعرفوه، وبالتالي في هذه الحالة ما فيش عندنا أصلا هدول الاستراتيجيز قد يكونوا مش موجودين، وبالتالي في عندنا separation أو ما فيش تواصل أو فيش ارتباط عميق ما بين ممارساتنا في الموارد البشرية واستراتيجيتنا في الموارد البشرية وما بين استراتيجيتنا في المنافسة. النوع الثاني بي أو الشكل الثاني إنه ممكن يكون في عنا الـ HR strategy اللي هو استراتيجية الموارد البشرية مبنية على الـ organizational strategy، وهذا بيقول لي زي ما حكينا سابقا يعني this is more logical than others، إنه أنا بحدد كيف توجهاتي في المنافسة في السوق، وبناء على توجهاتي في السوق في المنافسة بحدد استراتيجيتي في الموارد البشرية. فكيف أنا توجهاتي في السوق في المنافسة بناء عليها بتحدد توجهاتي في أو استراتيجيتي في الموارد البشرية. النوع الثالث بنفس المنطق، إنه أنا الـ HR strategy تبعتي وممارساتي في الموارد البشرية بتنبنى أصلا على توجهاتي التنافسية، لكن في ايضا فيدباك بتيجي من الاتش ار استراتيجي زي ما انتم شايفين بالخطوط المتقطعه، وبتعزز او بتعطيني توجهات او بتعيد صياغه بعض التوجهات في المنافسه. دي هوليستيك هذول بتطوروا مع بعضهم، الاورجنايزيشنال استراتيجي اند اتش ار استراتيجي will be developed side by side، حيكون في عندهم تطوير مع بعضهم. واخر حاجه الاي اللي هو اتش ار دريفن، لا هاي يعني كثير قريبه من اللي اخذناه في او مبنيه على فكره الريسورس بيسد فيو، انه انا بتطلع بشوف ببحث بحدد شو الموارد اللي عندي بالذات الموارد البشريه، وبناء عليها بقوم بصياغه توجهاتي الاستراتيجيه التنافسيه في السوق. وهذول خمس اتجاهات مختلفة أو خمس أنماط للعلاقة ما بين الـ HR strategy والـ organizational strategy. أوكي، في المحاضرة الماضية طبعاً شفنا الـ separation model وشفنا الـ fit model. نشوف الآن dialogue model. إنه قبل ما نشوف، طيب الـ separation model قلنا no relationship exists، ما فيش علاقة بينهم. There may be neither organizational strategy nor HR strategy at all. وقلنا هذا الكلام بيصير بالذات لما يكون شركة صغيرة لسه نامية، ما فيش عندها إمكانات كبيرة ولا موارد ولا أقسام تنظيمية ولا هيكل تنظيم واضح. Typical of organizations 30 years ago كانت كمان في نهايات أو في يمكن في قبل 30 سنة، يعني نقول من التسعينات أو قبل التسعينات القرن الماضي كانت هاي زي هيك سائد، أنه ما فيش ارتباط بينهم. May still typify small organizations كما تحدثنا أنه ممكن هذول يكون هذا الكلام يكون مرتبط بالشركات الصغيرة وما دون الصغيرة. الفيت موديل قلنا لا، there is recognition of the importance of people to organizational strategy، الهيكلية أو استراتيجية التنافس عند الشركة بتراعي الموارد البشرية، لكن الأساس هو التنافس، التنافسية.
please are key implementers of strategy. هذه النظرية بتؤمن انه وهذا ايضا منطقي انه الموظفين هم اللي بينفذوا اصلا الاستراتيجية وهم اللي بيستخدموا الموارد بالطريقة الملائمة لتنفيذ الاستراتيجية. HR is designed to fit with the business strategy. الاستراتيجية الموارد البشرية بنصممها عشان تتلائم وتتوائم مع توجهاتنا في السوق او توجهاتنا التنافسية. Strategy and objectives are cascaded down بمعنى انه انا بصيغ استراتيجيتي التنافسية واستراتيجية المؤسسة ككل اللي بتكون اصلا واضح فيها او جزء اساسي منها البريوريتيز في المنافسة اللي هي اولويات الشركة التنافسية، وبناء عليها بروح بختار الموارد البشرية الملائمة اللي بتساعدني في تنفيذ هذه الاستراتيجية، وبناء عليها ايضا بقوم باجراء ممارسات الموارد البشرية اللي بتساعدني في تنفيذ استراتيجيتي. فبصير ادرب واطور عشان احقق اهدافي الاستراتيجية، بصير اعمل كومبنسيشن عشان احقق اهدافي الاستراتيجية، بصير اعمل اللي هو performance appraisal عشان تعكس توجهاتي الاستراتيجية وهكذا. assumes high degree of rationality within the organization زي ما حكينا. هاي طبعا تتوقع مني او انها هذا النوع اقرب الى المنطقية وفق هيكليات المؤسسة، انه كل حاجة بتصير في المؤسسة، كل ممارسة بتصير في المؤسسة يجب أن تندرج ضمن المظلة العليا اللي هي الorganizational strategy. هذا الكلام كله تحدثنا فيه في المحاضرة السابقة. الآن نشوف the dialogue model اللي هو dialogue model إنه لا، في عندي الorganizational strategy اللي فيها الorganizational priorities وهكذا، وفيها الorganizational objectives بنبنى عليها توجهاتنا في الموارد البشرية، لكن في ارتباط أكثر أو في دور أكبر للموارد البشرية. إذا builds on the fit model نفس يعني بنلاقيها تتبنى نفس المبادئ اللي موجودة في الفيت model. recognizes the need for two-way communication and debate، لكنها يعني بتقدر وتهتم بإنشاء النوع من الحوار ونوع من خلينا نقول التغذية الراجعة والاعتمادية المتبادلة ما بين استراتيجية المؤسسة أو خطتها الاستراتيجية وتوجهاتها الاستراتيجية وما بين ما تتمتع به المؤسسة من موارد بشرية وممارسات موارد بشرية. ف two-way communication يعني هذول التنتين زي ما شفتوا أنتوا في السلايد هاي، نحن بنحكي في سي ديالوج انه في تو واي كوميونيكيشن زي ما انتم شايفين، هي نفس بي لكن في شويه تغذيه راجعه بيرجعوا من الاتش ار استراتيجي وبروحوا على الاورجنايزيشنال استراتيجي. Not all strategic aims may be feasible. وقتش بحتاجها او بستخدمها بشكل او باخر؟ لما يكون في غموض شوية في توجهات الاستراتيجية، أنا مش عارف هل حيكون الاعتماد أكثر على مثلا المنتج المميز أو الخدمة المميزة، هل حيكون الاعتماد أكثر على العلاقة المميزة مع الزبائن، هل حيكون اعتماد أكثر على السعر الأقل؟ أنا لسه مش واضحة عند الأمور بشكلها الكامل، لأن التغيرات في البيئة الخارجية كبيرة جدا مثلا، وبالتالي بلاقي حالي أنه أنا محتاج شوية أعرف أو أخذ فيدباك من الموارد البشرية الموجودة عندي حتى أستفيد منها أثناء إعدادي أو يعني إعادة صياغتي لتوجهات الاستراتيجية. فهي شبيهة ببي بالفت، لكن يعني بتقدر وبتراعي دور الموارد البشرية بشكل أكبر، وبتستخدم عندما يكون يعني لا يوجد وضوح في التوجهات الاستراتيجية كلها. Not all strategic aims
may be feasible. مش كل توجهات الاستراتيجية بتكون واضحة. Alternative ways of achieving aims need to be sought and evaluated. وبالتالي يعني طرائق متعددة لتحقيق أهداف المؤسسة محتاجين ان احنا ننظر لها ونقيمها ونشوف مين افضلها. يعني باختصار شديد انه الديالوج موديل نفس الفيت موديل تقريبا، يعتمد على توجهاتي في المنافسه، بيعتمد على اولوياتي في خطتي الاستراتيجيه اللي انا بصيغها وبتحدد فيها اولويات المؤسسه التنافسيه واولوياتها في كمؤسسة يعني. لكن بيكون في عدم وضوح شوية في التوجهات الاستراتيجية، أو بيكونش كل شيء نظرا للتغيرات في البيئة الخارجية الصعبة بيكونش كل شيء واضح، وبالتالي أنا بحتاج أنه أنظر للموارد البشرية من أكثر من زاوية وأشوف هل اللي عندي هدول بيخدموني في ما لدي من توجهات على الصعيد الاستراتيجي ولا ما بيخدموني وهكذا. فهي اللي هو المفاهيم المرتبطة بالديالوج موديل. مين عنده أي استفسار بخصوص الديالوج موديل؟ طيب The Integrated Holistic Model. طبعا هذا الـ Integrated Holistic Model اللي هو رقم D، انه انا بطور الـ HR Strategy والـ Organizational Strategy يعني side by side مع بعضهم، بتطور بشكل او باخر. تمام، فايش اللي بيصير عندي في الـ Integrated or Holistic Model؟ People are seen as key to competitive advantage. هنا مش فقط الموظفين أنا بنظر لهم كأنهم حيطبقوا الاستراتيجية فقط، لا، أنا هنا بنظر للموظفين كأنهم هم محوريين في تحقيق الميزة التنافسية. وفرق بين ما أنظر للموظف كأنه جزء من كل ويساعد أو يقوم بتنفيذ الاستراتيجية تبعت المؤسسة، أو أنظر له بشكل أعمق إنه هو أصلاً المورد الأساسي اللي أنا ممكن من خلاله أحقق الميزة التنافسية. وهذا بيصير في بعض الشركات اللي أصلاً بتعتمد على الإكسبرتيز، ما لديها من خبرات عميقة في الموارد البشرية، وبالتالي بتيجي بتنظر لا أو بتراعي الموارد البشرية بشكل قوي جدا عند تطويرها لخطتها الاستراتيجية وتوجهاتها التنافسية وأولوياتها الاستراتيجية. Not simply implementers of strategy. هذول الناس مش فقط بدهم ينفذوا الاستراتيجية، لا، هذول key. تمام، زي مثلا الآن العيادات التخصصية، الموارد البشرية هو أصلا على إيش بتعتمد؟ بتعتمد على وجود الأطباء المميزين أصحاب الخبرات العميقة. فهذول الناس أصلاً لما يجوا يطوروا استراتيجيتهم في التنافس مع المؤسسات الأخرى ويطوروا أو يحددوا أولوياتهم الاستراتيجية وأهدافهم الاستراتيجية للفترة القادمة، بتلاقيهم براعوا كثير أو بيعتبروا أنه ما لديهم من موارد بشرية أساس عند بناء استراتيجيتهم. وبالتالي الأطباء، طاقم الأطباء مثلا المميز اللي عندهم، مش فقط عشان ينفذ الاستراتيجيتي، لا، هذا أصلا أنا اللي بعتمد عليه عشان ينفذ الاستراتيجيتي. فعندي هدول الناس مش فقط منفذين، لا، هم جزء من تحقيق الميزة التنافسية للمؤسسة. HR strategy is therefore an end in itself. وبالتالي يعني أحد الغايات الأساسية أنه أبني استراتيجية موارد بشرية، مش فقط هي وسيلة لتحقيق الاستراتيجية استراتيجية المؤسسة ككل، لا، هي أيضا بحد ذاتها هدف من أهدافي أنه أبنيها وأحققها. Not simply a means to an end. The notion of the resource-based firm requires business strategy to encompass HR and other strategies.
الفكرة تبعت الريسورس بيزد اللي درسناها في الفصل الأول، وشفنا من خلالها إنه الموارد وتحديدها وتطويرها ودراستها بشكل عميق وتطويرها مع الزمن وتحويلها أو الاستفادة منها في بناء الكيبابيليتيز والكومبتنسز أساس، وبالتالي هاي الاستراتيجية بتخدم موضوع الريسورس بيست فيو، او انه الريسورس بيست فيو بشكل اساس في بناء الهوليستيك او الانتجريتد موديل. There is a mutual development and integration which aligns both HR and business aims. اصلا فكره الريسورس بيست فيو بتعطي اولويه وبتعطي خلينا نقول عمق للموارد المؤسسية بشكل عام والموارد البشرية على وجه الخصوص، لأنه زي ما قلنا يمكن أكثر مورد أنا بقدر أطبق عليه النموذج تبع الـ VRIO إنه valuable rare or realistic rare، خلينا نحكي hard to imitate and organized to give value. أكثر مورد ممكن ينطبق عليه هذا النموذج اللي درسناه في الفصل الأول هو الموارد البشرية، وبالتالي من المنطق جدا وأنا بطور في خطتي التنافسية أكون حاطط أمامي تطوير خطة الموارد البشرية أو استراتيجيتي في الموارد البشرية. إيش يعني استراتيجيتي في الموارد البشرية؟ تحدثنا فيها سابقا، يعني كيف حصيغ ممارساتي الاستراتيجية في الموارد البشرية وسياساتي التابعة لها وفلسفتي في العمل في الموارد البشرية، كيف حصيغهم بشكل يخدم توجهاتي. ففكرة الهوليستيك موديل انه هذول لازم كلهم ينصاغوا ويتم مراعاتهم اثناء تطويري لاستراتيجية المؤسسة الاساسية. تمام، مين عنده استفسار؟ مالكم اليوم نايمين؟ ما نايمين دكتور، بس كل شيء واضح. ماشي يا أستاذة جهينة، خلينا نذهب إلى اللي هو مين؟ HR Driven Model، آخر موديل شفناه أو موجود معانا في الرسمة هاي الـ HR Driven. زي ما أنتم شايفين السهم رايح من الـ HR إلى الاورجنايزيشنال استراتيجي. طب ايش فلسفته هذا الاتش ار دريفن؟ يقول الاتش ار دريفن بيعتبر انه الاتش ار استراتيجي درايفز اذر استراتيجيز، استراتيجيه الموارد البشريه وتوجهات في الموارد البشريه وما لديه من امكانيات بشريه هو اللي بيحدد استراتيجياتي المؤسسيه واستراتيجياتي في المنافسه. يعني عند العنصر البشري هو الأساس وبالتالي بنطلق منه. People are key to competitive advantage، الناس الموجودين عندي الطاقم العاملين أساس في بناء الميزة التنافسية. So the organization needs to build on their strengths، وبالتالي المؤسسة ده تبني على اللي هو ما لديهم من قدرات وما لديهم من إمكانات. supports the idea of the resource-based firm، وبالتالي هي بتدعم فكرة اللي هو resource-based view of firm اللي بتنظر المؤسسة من خلال الموارد. uses the notion of human capital which provides the potential for future competitive advantage، وبالتالي أصبح يظهر أن مفهوم ل human capital، human capital رأس المال البشري، أصبحوا يتحدثوا عن رأس المال البشري زي ما أنتم شايفين human capital. So uses the notion of human capital which provides the potential for future competitive advantage، وهي اللي بتعطيني ال إمكانية الحصول أو تحقيق ميزة تنافسية. فهاي باختصار الخمس توجهات في
الموارد البشرية أو 5 توجهات في صياغة الالاينمنت أو التوافق ما بين استراتيجية المؤسسة اللي من خلالها بتحدد أهدافها الاستراتيجية وتوجهاتها في السوق وتوجهاتها في المنافسة والبريوريتيز الموجودة عندها، وما بين توجهات الشركة أو المؤسسة في الـ HR أو الموارد البشرية. فعندي 5 models زي ما تعرفنا عليهم خلال نقاشاتنا في المحاضرة السابقة وكمان في محاضرة اليوم. طيب، بقول لي الآن ما هي التوجهات؟ مش قلنا إنه عنا، لو رجعنا شوية إلى الخلف لبداية الفصل، قلنا لما بنتحدث عن الـ HR strategy أياته حسب التعريف الموجود أمامك هذا: The intentions of the corporation both explicit and covert، اللي هو توجهات المؤسسة على الصعيد بشكل واضح أو بشكل ضمني، تمام؟ يعني قد يكون مغروس في ثقافتها لكنه مش مكتوب بمعنى الكلام. Towards the management of its employees، لإدارة الموظفين الموجود عنها والموارد البشرية. Expressed through philosophies policies and practices. ايوه، ايش يعني philosophies policies and practices؟ philosophies نظرتي للموارد البشريه او مداخلي في تطوير الموارد البشريه من ناحيه مبدئيه، من ناحيه نظريه، من ناحيه معتقدات وقيم. يعني انا كيف بنظر للموظفين؟ هل هم asset على سبيل المثال أو شيء آخر، تمام؟ وهكذا. طيب، أنا كيف، هل بنظر للموظفين على أنهم مكملين للعمل الموجود عندي للخطط الأخرى ولا أساس في بناء الخطط؟ هل أنا بنظر للموظفين أنهم بناء عليهم أنا ححدد توجهاتي في المنافسة وتوجهاتي في السوق وتوجهاتي في تحقيق الأهداف الأخرى المؤسسية، ولا هم مكملين؟ هذه فلسفة أو نظرة، وبناء على الفلسفة هذه تبدأ الشركات أو المؤسسات تصيغ البوليسز، تصيغ سياساتها اللي ممكن من خلالها تحقق توجهاتها الفلسفية أو توجهاتها نحو الموارد البشرية. إذا كان لدى المؤسسة توجهات ومعتقدات وقيم مرتبطة بالموارد البشرية، وإذا صاغت سياسات داعمة لهذه التوجهات، بالتأكيد حتكون ممارساتها تنسجم مع مين؟ مع فلسفاتها وسياساتها. وبالتالي الآن بيقول لي أوكي، إحنا شفنا العلاقة اللي ممكن تكون موجودة ما بين الموارد البشرية، استراتيجية الموارد البشرية، وما بين استراتيجية المؤسسة، لكن الآن إيش مداخل الشركات في نظرتها للموارد البشرية، يعني فلسفاتها، تمام؟ إيش مداخلها، بمعنى ما هي الإطار أو المنهجية اللي تنظر من خلالها الشركات للموارد البشرية عندها. شوفوا، عندنا 3 توجهات، 3 فلسفات أو 3 مداخل أو 3 منطلقات نظرية، تمام؟ يا ريت تركزوا معاي وتفهموا ايش بحكي بالضبط. يعني بمعنى انه احنا الان بنحكي عن الاسس في نظرتي للموارد البشريه، فلسفتي في التعامل مع الموارد البشريه كمؤسسه. يعني يقول لي عندي 3 توجهات، عندي 3 توجهات فلسفيه نظريه تعبر عن مداخلي في النظر للموارد البشرية. أول فلسفة أو أول مدخل ممكن تتبناه المؤسسة اللي هو universalistic approach بسموه، أو universalist approach. universalist approach هو المدخل الشمولي أو المدخل، خلينا نقول الكوني. ايش يعني اليونيفرساليست ابروتش؟ وان بيست واي كونسبت. ايش يعني؟ بقول لي يعني هذا المذهب او هذه الفلسفه
بتقول انه في مجموعه ممارسات في الموارد البشريه، انتبهوا معي، مجموعه ممارسات في الموارد البشريه لو انا طبقتها اي شركه تاخد بيها حتنجح وتتقدم وتكون بتتعامل مع الموارد البشريه بشكل ايه، بشكل ممتاز. فبقول انه في عندي بيست واي، يعني انا ممكن ايش اساوي، اقول انه افضل الممارسه في التعيينات أصيغها وأضبطها، أفضل ممارسة في التدريب والتطوير أصيغها وأضبطها، أفضل ممارسة في مثلا البرفورمانس أبريزل أصيغها وأضبطها. هذه الممارسات أو أفضل الممارسات أي شركة ممكن تاخذها وتنفذها وتطبقها، وبالتالي أقول إنها اشتغلت في الموارد البشرية صح. تمام؟ هذا بسموها one best way، الطريقة الأمثل أو الطريقة الأفضل. تمام؟ universalist approach، المدخل الكوني العالمي. طيب المدخل الثاني بنظرش بنفس النظرة هاي، إنه أنا في عندي مجموعة ممارسات في الموارد البشرية أي شركة بتقدر تاخد بيها وتنفذها وتطبقها وأقول عنها إنه أمورها تمام. Fit or contingency approach اللي هو ما يسمى بالتناغم أو المواءمة، تمام، أو وفق الحاجة أو alignment approach، يعني مدخلي للموارد البشرية من ناحية استراتيجية إنه أنا بعمل alignment، بشوف كيف ممارساتي أو كيف توجهاتي في السوق، كيف توجهاتي في الاستراتيجية تبعت الشركة، وبحاول أعمل ما بينها وبين استراتيجية الموارد البشرية نوع من الالاينمنت. إيش يعني نوع من الالاينمنت؟ إنه موائمة، وهذا اللي شفناه من خلال النماذج اللي قبل شوية بعضهم. أو المدخل الثالث الريسورس بيزد أبروتش، إنه أنا بأنظر نظرة من الداخل زي ما خدنا في الفصل الأول، بشوف أنا إيش في عندي، خلينا نقول موارد، وإيش في عندي capabilities، وإيش في عندي competences، وكيف الموارد البشرية هاي تستخدم الموارد الأخرى في بناء capabilities داخل الأقسام التنظيمية والcore competences، وبالتالي النظرة هاي نظرة أو مدخل ينبني على نظرية resource based، وبتعامل مع الموارد البشرية كرأس مال human capital. تمام؟ human capital رأس مال بشري. إذن افهموا معي وركزوا شوية ثاني، عندي ثلاث فلسفات، ثلاث مداخل للنظر للموارد البشرية، إما أنه أنظر لها على من خلال وجود عدد محدد من ممارسات الموارد البشرية، وهذا العدد المحدد من ممارسات الموارد البشرية، تمام، هذا العدد المحدد بقدر أصيغه وأضبطه وأحدده على وجه الخصوص، وبناء عليه أي شركة بتقدر تأخذ هذه الممارسات وتطبقها والأمور تمام معها. هذا مدخل. المدخل الثاني لا، انه انا لازم انظر لتوجهات الاستراتيجية واحاول اعمل مواءمة ما بين ايش في عندي ممارسات استراتيجية او خيارات او اولويات استراتيجية، وايش في عندي موارد بشرية، وهذا شفناه في نقاشاتنا لبعض النماذج قبل شوي. والمدخل الثالث لا، بقول لي انت ريح راسك بمعنى الكلام يعني، وروح شوف ايش في عندك موارد بشرية، لانه الموارد البشرية هي الاساس، resource based view او الموارد هي الاساس، وبالتالي البشر هذول الموجودين عندك هم اللي حيستخدموا الموارد، واستخدامهم للموارد حيخلي في عندك قدرات تنظيمية، وحيخليك تحقق كفايات اساسية، وبالتالي هذا المدخل هو المدخل الافضل. بقول لي انه من خلال تعاطية مع الموارد ونظرتي للموارد البشرية على إنها assets أو capital رأس مال، من خلالها بقدر أتعامل مع قضايا المؤسسة الأخرى. وبالتالي زي ما أنتم شايفين ثلاث توجهات استراتيجية من الممكن أنها تفيدني في تحديد
علاقة الموارد البشرية والاستراتيجيات الأخرى في المؤسسة. مين عنده أي استفسار في الكلام اللي أنا حكيته في هذه السلايد؟ مهم جدا إنكم تكونوا فهمتوه، لأنه يعني هاي كويسة إلكم للمستقبل. واضح دكتور. ماشي، واضح دكتور. ربنا يسهل الأمور. طيب الآن نشوف هدول هذا الكلام اللي حكيناه أو المداخل إيش بتعني، إيش بيعني كل واحد منهم. نشوف اليونيفرساليستيك ابروتش اللي قبل شوية كنا بنتحدث عنه. يقول لي في اليونيفرساليستيك ابروتش، ها الكلام اللي أنا حكيته قبل شوية مصاغ في كلمات، ها derives from the concepts of HRM as best practice. إيش معناه هذا الكلام؟ best practice أفضل ممارسة. ها best practice أفضل ممارسة، يعني باجي بقول مين أفضل شركة في التوظيف، يعني بتتبنى التوظيف وعندها إجراءات توظيف مميزة وتعيينات، يعني طريقة تعيينات كويسة، وإيه بروح بقول والله هذا أفضل 3 4 5 10 شركات. طيب كيف بيشتغلوا؟ وبروح بأصيغ الممارسات تبعوتهم في التوظيف. طب مين أفضل شركة في التدريب والتطوير؟ مثلا 10 شركات فلانية. مين أفضل شركة في الكومبنسيشن وفي مثلا التريننج اند ديفلوبمنت؟ مثلا هذول الشركات. وبالتالي بناء على ما هو موجود في أفضل الممارسات عند أفضل الشركات، بروح صايغ مجموعة يعني ممارسات الموارد البشرية. وبالتالي بناء على هذا الكلام بقول يا جماعة هاي أفضل الممارسات في الموارد البشرية، تفضلوا قوموا بالاستفادة منها، وأي شركة بتقدر تاخدها وتطبقها. إذا باندلز يعني الحزم أو مجموعة الممارسات، when combined عندما تعزز أو يرتبط بعضها ببعض are mutually supportive، تمام، بعززوا أو بدعموا بعضهم البعض of each other and the business، وبدعموا الشركة اللي موجودة عندي. There is one best way، بتقول لي هذه النظرية أو هذا المدخل في عندي طريقة واحدة فقط of managing human resources، يعني طريقة من ناحية one best way، خذوا بالكم الطريقة الأفضل، ما فيش عندي طرق أفضل، طريقة واحدة أفضل، هيك هم بنظروا. It involves a high commitment, high involvement, high performance model. هدول الناس بقول لي، نشوف نظرتهم للموارد البشرية كويس. فبقول لي إنه إذا بكتبني commitment، إذا بكتبني يعني التزام عند الموظفين، خليهم يكونوا involved. وهاي الانفولفمنت بمعنى الاندماج في العمل، وإنهم يكونوا أساس في العمل، بيخليهم يكونوا committed، وبيخلي البرفورمانس تبعت الشركه تكون ايه؟ تكون افضل. فهذا النموذج بيربط لي ما بين الامبلوي انفولفمنت اللي هو اندماجهم في العمل ويعني قيامهم بممارسه العمل بالشكل الامثل والطريقه الامثل، وما بين الكوميتمنت التزامهم بالعمل، وما بين البرفورمانس الاداء اللي حيقوموا من خلاله بتحقيق أهداف المؤسسة. It is unitarist and assumes that employees will not question or dispute managerial practice. هذا توجه أحادي، ويعني هذا التوجه بيعتقد أنه أو بيأخذ في عين الحسبان أو بيعتبر أن الموظفين خلاص حيأخذوا الموارد البشرية أو ممارسات الموارد البشرية من غير تساؤل. ليش؟ لأنه هذه أفضل الممارسات. مش معقول حدا يشكك في أفضل الممارسات، هيك هم بيقولوا يعني. وبالتالي طالما أنها أفضل الممارسات، إذا الموظفين مش حيعترضوا عليها، تمام؟ هذه نظرة موجودة في النظر للموارد البشرية أو التعاطي مع قضايا الموارد البشرية. الرسمة هذه اللي قدامكم بتوضح لنا الكلام اللي حكيناه. شوفوا كيف الآن أنا في عندي البرفورمانس تبعت الشركة، شايفين كيف؟
عفوا بس لأنه خليني أشوف. لا طيب هذه مش موجودة لها رسمة، الكلام اللي حكيناه قبل شوية، لكنها يعني ممنهجة منطقيا. كويس. النظرة الثانية أو المدخل الثاني اللي هو الفيت أور كونتينجنسي أبروش. بس قبل ما نروح على المدخل الثاني، في حدا عنده استفسار بخصوص الكلام اللي حكيته في اليونيفرساليستيك أبروش؟ لا دكتور. طيب نروح الآن على مين؟ على الفيت أور كونتينجنسي أبروش، اللي هو المدخل اللي بيعتمد على إنه التنين مع بعضهم. التنين مع بعضهم. قول لي الآن البرفورمانس تبعت الشركة تعتمد على إيش؟ البرفورمانس تبعت الشركة تعتمد على ممارساتي في الموارد البشرية. إيش ممارساتي في الموارد البشرية؟ أول حاجة السيلكشن. إيش معنى السيلكشن؟ انتقاء الموظفين أو اختيار الموظفين. إيش اللي بيأثر على البرفورمانس؟ لو اخترت أنا الموظفين تبعوني بشكل صح سليم، تمام؟ لو اخترت الموظفين سيلكشن، لما اجي اعين يعني، لو عينت الموظفين اللي حسب توجهات الاستراتيجيه وحسب انا ما بعتقد انهم هذول افضل موظفين ممكن يكونوا عندي وفق الجوب ديسكريبشن وفق الامكانات الموجوده عندهم، بقدر احقق بيرفورمانس كويس. طب هذه البيرفورمانس، تمام، كيف حعرف انه ادائهم جيد ولا لا بعد ما شغلتهم؟ بعمل performance appraisal. ايش معنى appraisal؟ يعني اللي هو ايش؟ تقييم الاداء، تقييم اداء الموظفين. يقول لي والله حيطلع عندي شغلتين في تقييم الاداء، شغلتين اساسيات، اما انه الموظفين مميزين في ادائهم وماشيين صح وبالتالي حعمل لهم rewards. ريواردز يعني مكافآت ومعاوضات مالية. إذا صار عندهم ريواردز حينعكس هذا على أدائهم بشكل أفضل على البرفورمانس. طيب إذا كان لقيت في عندهم جابس في الأداء، لقيت في عندهم إشكاليات في الأداء، حروح أعمل لهم إيه؟ تريننج، تدريب. تمام؟ التدريب هذا إيش حيساوي أيضاً؟ حينعكس على مين يفترض؟ على الأداء تبعهم، حينعكس على الأداء تبعهم، وهكذا. إذا أنا مدخلي أول شيء، أول ممارسة في الموارد البشرية إنه أختار صح. إذا اخترت صح بفترض إنه الأداء تبع الموظفين يكون تمام وأحقق اللي هو أغراض المؤسسة وتوجهاتها في المنافسة وتوجهاتها الاستراتيجية. كيف بعرف هذا الكلام؟ بعمل appraisal، تمام، بعمل تقييم للأداء. إذا كان الأداء كويس عند الموظف بكافئه، وهذا حينعكس تاني على البرفورمانس تبعت الشركة وعلى البرفورمانس تبعت الموظف. إذا كان أداؤه في عنده شوية إشكاليات بعمل له تريننج، تدريب، وهذا حينعكس أيضا على مين؟ على أداء الموظفين وأداء الشركة، وحستفيد من الجابز اللي لقيتها في اختيار الموظفين الجدد، تمام؟ وهكذا. شايفين كيف اللي هي الكونتينجنسي أو الفت؟ إنه أنا حسب توجهاتي وحسب رغبتي وحسب أهدافي في اللي أنا بعتقد لازم أحققها، بختار الموظفين وبقيم أدائهم، بكافئهم، بدربهم وبطور. وبالتالي في كونتينجنسي أو في فت ما بين الـ HR واستراتيجية المؤسسة ككل، ما بين كل واحدة من ممارسات الموارد البشرية والممارسة الأخرى. فزي ما أنتم شايفين الأبريزل بدعم للريوردز وبدعم للتريننج، التريننج بدعم للبرفورمانس وبدعم للسيلكشن، الريوردز ايضا بتنعكس على البرفورمانس وبتدخل تاني في الابريزل، وبالتالي كل واحدة من هاي الممارسات بتدعم الممارسة الاخرى وكلهم بيدعموا توجهات الشركة الاستراتيجية. تمام؟ مين عنده اي استفسار في الكلام اللي حكيناه هذا؟ واضح دكتور. طيب الان نشوف، او خلينا نوقف اليوم عند هذه الكفه لحد هان.
وناخذ او نفتح المجال للاسئله ونشوف مين عنده تساؤلات نرد عليها بخصوص الموضوعات اللي درسناهم إلى